السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حياتي في اليابان. فيديو النهاردة وهو زي روتين صباحي قبل ما الكورونا توصل اليابان، وبالأخص قبل ما توصل المنطقة اللي احنا فيها. طبعا في حاجات كتير قوي اتغيرت. ده يوم عادي، فبصبح الصبح بدري قبلهم كالمعتاد، بغسل وشي وأسناني، بعد كده بحضر الأوبنتو المالك. أوبنتو النهاردة هو أولاف، هنزل فيديو بعدين إن شاء الله. بعد كده بيكونوا صحيوا، بحضر فطار بسيط. وزوجه بيتجهز عشان يروح الشغل، هو بيروح الشغل بدري قوي، وكمان مالك بيتجهز معاه عشان هو كمان هيروح الحضانة بتاعته. في خلال الوقت ده بتجهز وبحط مكياج. 3 2 1 يلا يلا يلا. بعد كده بجهز مالك او بلبسه هدومه، عشان الجو برد جدا فبلبسه حاجات تقيلة، يعني مثلا جاكيت وطاقية وجوانتي. بعد كده جه دور كريم، بغير له هدومه هو كمان. بعد ما غيرت لهم هدومهم، بعلق على غسيل هدوم الاطفال اللي هو هدوم مالك وكريم ده قبل ما امشي، وكمان بشحن المكنسة على مرجع. بعد ما جهزت حاجة الحضانة لمالك وجهزنا كلنا، هروح اوديه الحضانة. هي بعيدة شوية عشان كده بوديه بعجلة الاطفال دي. طبعا شايلة كريم في الكارير ومتغطي بالغطا الشوشو ده، وهو بيدفي جدا. يعتبر الوقت ده اصعب وقت في اليوم او اكتر وقت متعب، لاني ببذل فيه مجهود كبير وبمشي مسافة كبيرة قوي على الصبح، فدي تعتبر بالنسبة لي رياضة يومية صباحية تمام يعني، فدي كافية انها تنزل وزن الحمل كله. بس رغم انها مرهقة شوية، ولكن بجد بحس انها بتعمل لي زي ريفريش كده، اني بخرج الصبح بدري في الهواء النقي ده والهدوء، احساس جميل قوي منعش. لو لاحظت هتلاقي المنطقة اللي احنا فيها دي منطقة قديمة شوية يابانية، اللي هي الطراز الياباني القديم، وفيها حدائق وزرع كتير، عشان كده انا بحب المنطقة دي قوي. بعد ما برجع البيت بيكون الغسيل خلص، ودي هدوم مالك وكريم. بعد كده بغسل هدومنا احنا بقى. بعد كده بنضف الشقة، وعشان كريم مش بيحب يكون لوحده وبيفضل يعيط، فطبعا وراي شغل كتير مش هفضل انا قاعدة بيه، فاشترينا الحمالة دي، وهي تنفع تشيل فيها الطفل على الظهر من بعد الولادة. اما الحمالة اللي كنت خارجة بيها اللي هي ارجو بيبي، رغم ان هي مشهورة وغالية، لكن للأسف مش مسموح للطفل على ان هو نشيله على الظهر من سن 6 شهور بس، يعني قبل كده مش ينفع، فاضطرينا نشيل الحمالة دي وهي تعتبر خسف السعر. طبعا ان اشيل على ظهري وافضل اشتغل بيه بتعب لي ظهري، لكن بقدر اتحرك بحرية واخلص شغل. الوقت هحضر الحمام لكريم، لانه لسه مكملش شهرين في الوقت ده، فالافضل انه يستحمى الصبح وكمان في حوض الاطفال اللي هو احنا قلنا عليه قبل كده، وبالطريقة اللي تعلمناها في العيادة. بجهز كل حاجة، الهدوم والحفاضة واللوشن واعواد التنظيف، هحميه في البانيو، هحطه في حوض المطبخ. بجهز الفوطة قريبة من الحوض، وبجهز كمان صابون الاطفال، وبملى البانيو مية درجة الحرارة تقريبا 40، وهي الدرجة المناسبة خاصة في احنا في الشتاء، وبحميه. وبعد ما بخلص بنشفه بالفوطة وألبسه هدومه. هحضر الغداء بتاعي، هعمل سكرامبل ايج، ده يعتبر طريقة البيض المفضلة ليا، وخاصة لو الزبدة او الزيت كتير، كمان هو اسهل طريقة للبيض، في ثواني بيكون جاهز. طبعا الرز ده اساسي، مع اني من النوع اللي بيفضل العيش اكتر. اي يا قلبي مام،
حاضر يا حبيبة حاضر. قطع الفراخ دي كنت متبلاها وهسويها في الطاسه. بعد كده بضيف خضار، اي نوع خضار احنا عايزينه. انا بحب الجزر جدا، هحط عليه زيت زيتون عشان يسهل هضمه. هضيف عصير ليمون للفراخ. طبعا كأي ام مش من حقي اكل كده في سلام، لازم اكون شايله النونو. الاكل طعمه جميل جدا، خاصه الفراخ بجد تحفه. بعد كده بغسل الاطباق بعد الغداء. وبحضر الفراخ للعشاء. دي قطع فراخ متبلاها على بيات ومقطعة قطع صغيرة، وهفرمها في الفود شوبر. وبعد ما اتفرمت كويس بحطها في علبة وبشيلها في التلاجة لحد ما اجهز العشاء. حاضر. بعد كده بلبس وبنخرج بره نروح السوبر ماركت القريب، بشوف الخضار والفاكهة او حاجة لو بنت مالك اي حاجة انا محتاجها مثلا. بعد ما رجعت كريم هياخد القيلولة بتاعته، هيبقى ده وقت السناك او الريلاكسيشن بتاعي بقى. ده اسمه بيجول مع عصير مانجا. بتفرج على حاجة كوميدية خفيفة، انا بحب المقاطع الكوميدية او البرامج اللي هي الكوميدية الكوميديا عامة. اتسألت قبل كده على الكيبورد ان هي بالعربي، هي عبارة عن كيبورد بالانجليزي والياباني مفيش عربي، فبكتب العربي من ذاكرتي. لو في وقت ما منتج مثلا فيديو او برد على التعليقات كده. الفيديو ده هو تحدي او مسابقة بيني وبين زوجي، مين يعرف التاني اكتر. اللي ما شافش الفيديو هتلاقوه في القناة، اتمنى ان هو يعجبكم. بتسأل برضك على نوع البرنامج اللي بستخدمه في المونتاج. ده برنامج اسمه كامتازيا، لكن للأسف مش متوفر فيه كل الامكانيات، فبستخدم معاه برنامج فيفا فيديو، ده مكمل لي يعتبر. بعد كده بحط كريم في البيبي جيم وبطبق الغسيل، عشان كريم قلنا ان هو لسه صغير قوي فيعتبر الجيم هي مناسبة له. وطبعا بلعبه وانا بطبق الغسيل. وبعد ما بخلص الغسيل، الطفل في العمر ده بيكون لسه صغير واستيعابه لسه بيتطور، فطبعا كل ما الطفل بيكبر بيكون اللعب معاه اسهل. فسجادة الالعاب دي فيها الالعاب بالوان زاهية متعلقة عشان تطور اللي هو النظر، وكمان اللي هو فيه المزيكا دي او الشخاليل علشان السمع. كنت قلت قبل كده على طريقة سهلة جدا وبسيطة لعمل سجادة الالعاب الاطفال، هتلاقي الفيديو في قناة اختي قناة لارسمس الخياطة والتفصيل، فيها فيديوهات متنوعة جدا مفيدة قوي ان شاء الله تعجبكم. ارجو زيارة قناتها ومشاهدة الفيديو، ياريت الاشتراك في القناة، وشكرا لكم. حسيت انه ملي من سجات الالعاب، هيجي بقى وقت الاسترخاء. هحطه في الباونسر وهزه، غني له عشان ينام، مع انهم مش بيناموا لما بغني له، بس انا متعودة ان انا اغني له. هحضر العشاء. العشاء النهاردة عشاء ياباني، هو الكوكي بالفراخ وحساء الميسو ورز وكاتشب. وصفة او طريقة عمل الكوكي هنزلها ان شاء الله في رمضان.
هسخن المية ده عشان حتى المسه. هقلع الرز بقطع الخضار لمسه، مثلا عندنا هنا جزر، بطاطس، كرنب، بصل، بصل اخضر، وممكن من غير خضار. بعمل الكاتشب، وكنت منزله طريقه الكاتشب قبل كده على القناه. بحط مرقه السمك قبل المسه، وهي عباره عن تقريبا معلقه ونص كبار. بعد كده بحط معلقه كبيره من المسو، ويعتبر ان النوع ده ما فيهوش مكون حرام، ينفع ان احنا ناكله ان شاء الله. بعد كده بدوبه وبسيب ان هو يستوي شويه، ويكون مثلا الخضار نص مسلوق بيكون افضل وصحه اكتر. دي شكل الكروكيه بعد ما اتحمر. كده الفيديو انتهى، وياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للي مش مشترك في القناة، وشجعونا بتقديم فيديوهات اكتر باشتراككم والكومنتات. واتمنى تزوروا قناة اختي، قناة لاريسمس الخياطة والتفصيل، وليها قناة تانية قناة لاريسمس للقصص والروايات. وشكرا لكم جدا، الى اللقاء. بشكل بسيط وتكلفة قليلة جدا. أرجو مشاهدة الفيديو في قناتها، إن شاء الله هيعجبكم.